اهلا بيكم، حلقة جديدة من حلقات الريموت اللي هي حلقات الكورونا. حلقات الكورونا اللي احنا ورناش اي حاجة ونقعد نتفرج ونقلب وندخل تحديات سوا. تحدي النهاردة انا لقيت كده قدامي ايه، قلت بقى خلاص الموضوع بقى ظريف واللعبة حلوة، تعالوا نلعب كل شوية. فالمرة دي قال لك ايه، هيبقى بيه الهيستوري بتاع اللعيب، يعني الراجل ده اتنقل من فرقة ايه لفرقة ايه واحنا نخمن. فيلا بينا نعيش سوا. بس قبل ما نبتدي الفيديو نعمل ايه، نعمل لايك، نعمل ايه، نشترك في القناة ونكتب كومنت وتقولوا لي رأيكم ايه في كل الحاجات اللي احنا بنقدمها. يعني مثلا فكرة التحديات دي فكرة حلوة ولا فكرة سيئة؟ مثلا رأيكم ايه في الحلقات التاريخية اللي احنا بنقدمها زي حلقة ليفربول والحلقة لسه متكلمين فيها على كريستيانو رونالدو؟ رأيكم ايه فيها؟ رأيكم ايه مثلا في الفلوجات والحاجات اللي احنا بنقدمها؟ مثلا عايزين تشوفوا مننا ايه؟ يلا بينا نبتدي، يلا بينا. طيب الاول قولوا لي انتوا كمان وانتوا شغالين معايا بقى في الحلقه، انتوا توقعتوا صح زي ولا غلط؟ يلا اول حاجه، لعيب فرنسي من اتلتيكو لبرشلونه، يبقى جريزمان طبعا سهله. برازيلي من باريس سان جيرمان لاس بي اف سي، ده مين هذا النادي الغريب وشكله نادي برازيلي اكيد، بس ده ده باك رايت اسمه انت اسمه ايه؟ نسيته، بتاع برشلونه، داني الفيش. طيب اللي بعديها بسرعه، برتغالي وراح اتلتيكو مدريد، يبقى دوت جواو فيليكس. اكتبوا لي في الكومنتات انتوا توقعتوا زيي ولا لا، ماشي؟ توقعت صح ولا لا؟ لعيب من بلجيكا من تشيلسي ريال مدريد طبعا، هازارد، سهله اهي اهي، ما فيهاش اي مشكله، الله ينور، ماشي. ايدن هازارد، كولومبي من موناكو لجلطة سراي، ودوت اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ فالكاو، والله العظيم كان على بالي فالكاو، والله. كرواتي من توتنهام لريال مدريد، ودوت طبعا مودريتش، والله كنت فاكر فالكاو. لوكا مودريتش، ماشي لوكا، ماشي. من نابولي لباريس سان جيرمان اورجواني، ودوت طبعا كافاني، سهله اهي سهله اهي، على راي مدحت شلبي سهله اهي. قولوا لي بس في الكومنتس انتوا توقعتوا صح زيي ولا بتقلشوا، كل واحد يقول لي هو توقع كام صح. بلجيكي من فريق بحرف الدبليو، انا مش عارف اللوجو ده لمانشستر سيتي، بس غالبا هيبقى كيفن دي بروين لان هو بلجيكي والناس البلجيكيين قليلين. كيفن دي بروين برضه فلاوة حلوة مش وحشة يعني، فده حاجة ظريفة. ألماني من ريال مدريد لأرسنال، ودوت طبعا أوزيل، سهلة جدا. بتتوقعها صح ولا غلط ولا إيه؟ ماشي، سعود أوزيل. اللي بعده، برازيلي من هوفنهايم لليفربول، إيه؟ فيرمينيو، ايه ده؟ تصدق اول مره اعرفها، مش اعرفها والله. طيب فرنسي من اولمبيك ليون لارسنال، الله يخرب بيت ارسنال، لا مؤاخذه ديوان، مين؟ لا كازيت، معلش يعني معلوماتي في فرق كويسه في فرق واقعه، ارسنال واقع. طيب ايطالي من نابولي لتشيلسي، يا دي النيلة عليا، من نابولي لتشيلسي ايطالي، لا والطليان قليلين، جورجيني، ما هو تشيلسي وارسنال فقر الاثنين ديوان وغزال. طيب انجليزي من ارسنال لليفربول، دوت تشامبرلين، يعني سهله دي، دي يا باشا في لعبتي، لا يا باشا تشامبرلين، ماشي سهله دي، ماشي. ايه تاني؟ برازيلي من برشلونة لزينت، والله ما اعرف، والله ما اعرف، مالكم دي اوليفيرا، مش والله ما اعرف. هولندي من اياكس البرشلونة، لا دي سهلة، دي يونج طبعا السيزون اللي فات، سهلة اهي، ماشي. يلا 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 بينا، فرانكي دي يونج، ماشي. اسباني من بلباو لتشيلسي، من بلباو لتشيلسي، ام تشيلسي يا اخي، ده مين بقى؟ الونسو، كيبا، كيبا كان بيلعب في بلباو، والله ما اعرف.
طيب أرجنتيني من زينت لباريس سان جيرمان. أرجنتيني أسئلة تنحى. لا معرفش سامحوني. بارديس باراديس أي نيلة. كولومبي من سامبادوريا الأتلانتا. ضحكة رقيعة فشخ طبعا بس يعني معرفش. والنبي ما أعرف. زبات ماشي. خليه واحد سهلة كده. ألماني من ليفربول لليوفي وده الواد بتاع نص الملعب اللي اسمه النيلة ده. والله عارفه تشان امري تشان. ايوة والله عارفه امري زفت. ايه دي النيلة عليا. موضوع الوقت ده بيكهرب الواحد. طب برازيلي من موناكو لليفربول. من موناكو لليفربول برازيلي فابينيو بقى يعني. ها فابينيو. ايوه يا عم. طب والله حلو والله يعني خلاص يعني دي التشالنج خلص. قولوا لي انتوا ادائكم كان عامل ازاي وكل واحد جاب كام بوينت وتوقع كام واحده صح يعني. ولو حلقه التحديات دي عجبتكم قولوا لي نعمل تحدي ايه كمان. وعايزين مين يبقى معايا في التحديات لان خدوا بالكم برده انا قاعد فاضي ملوش حاجه يعني. فممكن مثلا اكلم علي ديوان. يا ديوان ما تيجي نعمل تحدي. يا غزال ما تيجي نعمل تحدي. طبعا انا هكسب فيعني قولوا لي رايكم في الكومنتات. ورايك ممكن اعمل معاه تحدي في اسبانيا كده نشوف دنيته عامله ازاي لان انا برضو ايه بقطع فراغ في موضوع اسبانيا ده. رايك مدريدي فقط فممكن يتزنق في ايه في برشلونه وفي اتلتيكو في الحتت دي. ربنا يستر عليه يعني. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم ونعمل معاها لايك. والنبي يعني لايك اهو سهله ايه لايك دلوقتي وسبسكرايب للشانل ونسيب كومنت وتقولوا عايزين الحلقه الجايه تشوفوا ايه. شوفوا في حلقه جديده. سلام.